السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. النقطة اللي حددها لي الداعي لهذه الندوة، كيف نقيم العدالة في الأمور الاقتصادية. طبعا الإسلام كامل ولله الحمد، أكمله الله لنا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما من أمر يقربنا إلى الله إلا ودلنا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، وما من أمر يضلنا ويردينا ويكون سببا في هلاكنا حذرنا منه عليه الصلاة والسلام. وفي كل قضية من قضايا النوازل لها أصل في هذا الدين، ولذلك في كثير من الأمور اللي بحثها المسلمون في المجامع الفقهية في قضايا الاقتصاد الإسلامي ولله الحمد وجدوا حلول، ولما استخدموا الحكمة في الكلام مع الناس والتمس أو لاحظ الناس الفرق ما بين الاقتصاد القائم على الربا وما بين الإسلام الذي يقوم على المضاربة ويقوم على الإقامة الحق والعدل في كل شيء من شؤون الحياة. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الإسلام كما قلت وضع قواعد عامة، فالربا حرمه. لما؟ لأنه ظلم، والمرابي يأخذ أموال الناس وهو جالس في بيته، لا يبذل جهد ولا يقوم بعمل، جالس ويتصرف في التلفون، نريد قرض بكذا مليون لمدة أسبوع، الفائدة كيف، وهكذا. وهذا ظلم. واللي منكم يقرأ الآيات في سورة البقرة يجد الوعيد الشديد من الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن: درهم ربا يأكله العبد وهو يعلم أشد من 36 زنية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلأنه ظلم واستغلال لحاجة الناس، هذه قضية. كذلك أكل أموال الناس بأي لون من ألوان الباطل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وكذلك قال: من غشنا فليس منا. ولذلك وضع قواعد للاقتصاد، وكذلك أتاح الفرصة للجميع أن يمارس حياته وأن يجتهد وأن يكسب. فالرسول رغب عليه الصلاة والسلام، والإسلام يشجع أتباعه. وأما النظرة إلى المال على أن دنيا وأن الدنيا جيفة وطلابها كلاب، هذا جهل. الدنيا المطلوب يا أخوان أن لا تدخل في قلوبنا ولا نؤثرها على طاعة الله وطاعة رسوله، هذا المذموم. أما الإنسان يأخذ المال، اليد العليا خير من اليد السفلى. وكذلك آيات جاءت لحفظ المال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. فالمال له قوام الحياة، ويحتاج الإنسان وهو عز له بعد دينه وإيمانه بالله تبارك وتعالى. فنظرة الإسلام للمال ما هي كما يتصورها البعض أنها دنيا وإنما لا قيمة وإن كذا، لا، أنت تطلب الدنيا ولكن هي في يدك وليس في قلبك.
فإذا دعيت إلى البذل تكون سباق وترحم إخوانك وتساعدهم، وإذا رأيت معسر تتأثر له وتسعى لفك ما وقع فيه من عسر. الشاهد أيها الأخوة، نصوص كثيرة جدا دلت على أن الإسلام اعتنى في هذا الجانب، جانب الاقتصاد، وأقام الإسلام العدالة بين الناس بأفضل وجه عرفه الناس. ولذلك ما يعني نقع فيه من استغراب كثيرا من الأمور بسبب جهلنا وعدم علمنا لما عليه أهل العلم. والحمد لله، وأختم بهذا، العلماء أقاموا كثير من الندوات وكثير من المؤتمرات، وفي كل قضية تقدم 6 7 10 بحوث في النوازل، إن كانت نازلة اقتصادية مثلا. وأختم، بعض التجار بدأ يستغل البنوك الإسلامية لأنهم ما يأخذون فائدة، إذا تأخر ما يأخذون فائدة، البنوك التقليدية يأخذون فائدة، ففروا من هذه البنوك وجاءوا إيش إلى البنوك الإسلامية وتورطوا فيهم، بعضهم ما قام يدفع. فبحث أهل العلم هذه المسألة وتوصلوا إلى رأي تبناه الكثير من العلماء الحضور، وهو أن يضعون غرامة بأن مثلا إذا تأخر من السداد هو يضيفون عليه فائدة، يدفعها إلى الفقراء، يدفعها إلى المساكين، وبهذا ما تكون ربا على حسب اجتهادهم وفهمهم. وهذا اللي توصلها الزرقة من علماء سوريا رحمة الله عليه. الشاهد أن هذا الدين حل للكثير من المشاكل، ودين يصلح لكل زمان وكل مكان. أسأل الله أن يجزي أخانا الداعي لهذا اللقاء، وكذلك أن يبارك في كلام علمائنا ومشايخنا الشيخ حائر وحفظه والشيخ عثمان، الله يبارك فيهم وفي علمهم. وسامحوني كان ودي يعني، لكن شوي ما نصاحي دعواتكم. صلى الله عليه وسلم.